في مرض في القلب ناخذه بعين الاعتبار يعني. ما يهمل. اي ما يهمل لانه تحطه يعني عندك يعني. نحطه كذا على جنب انه لازم نهتم بهذا المريض يعني مهما كان السبب. جميل. تشخيص الطبيب يعتمد على التحاليل ولا يعتمد على طول عمرك الحاله او اللي يسمونه الكلينيكيه؟ ايه التشخيص الكلينيكي ولا التحاليل ولا طول عمرك الوراثي ولا كلها مع بعض؟ طيب بالعاده التشخيص ياخذ منه تقريبا 4 مراحل. المرحله الاولى هو التاريخ المرضي، يعني عباره عن اسئله واجوبه فقط، يعني جلسه مع المريض اسئله واجوبه. ايش مثلا الاعراض اللي تعاني منها؟ متى بدات معك؟ ايش الاشياء اللي ممكن تزود هذه الاعراض عندك؟ كاسئله واجوبه، هذا التاريخ المرضي. بعدين ننتقل للمرحله بعدها اللي هو فحص السريري. الفحص السريري عبارة عن فحوصات نسويها في العيادة تعطينا مثلا تنبؤات انه ممكن يكون هذا الشخص عنده المرض الفلاني، او يعطينا خلينا نقول نقرب التشخيصات اكثر. بعدين نروح لمرحلة التحاليل وتكون مبنية بالعادة على التاريخ وعلى الفحص. يعني سويت التاريخ المرضي والفحص، اعرف انه في تحاليل معينة هو يحتاجها عشان استبعد بعض التشخيصات او أقرب بعض التشخيصات. وآخر مرحلة اللي هي الأشعة أو الأشعات. نسوي تصوير إذا كان في احتياج، ويطلع لنا يعني نتائج شاملة عن الجسم مثلا أو المنطقة المتضررة أو اللي يعاني منها، وإذا هي سلبية أو إيجابية. إذا انتهينا من هذه 4 مراحل غالبا بيكون وصلنا للتشخيص خلاص. المفروض. إي إن شاء الله يعني. أنا عندي مداخلة بسيطة. زد رصيدك حصرياً ومجاناً على شاهد، حكايات لا تنتهي.